مشاهدي الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم على هواء مباشره في برنامج بصراحه. كان الفساد في عهد النظام السابق المخلوع معلما بارزا، فلا تخلو وزاره او مؤسسه او مرفق حكومي من الفساد. حتى الرياضه والفن والثقافه والمسرح لم تسلم من الفساد المالي والاداري. فلقد افسد النظام السابق كل شيء جميل في حياه اليمنيين. فعلى سبيل المثال الحصر، بلغت تكلفة إعداد خليج 20 عام 2010 122 مليار و500 مليون ريال، والتي إلى الآن لم تخلى العهد المالية حتى اليوم. تم صرف منها 500 مليون ريال على أوبريت الافتتاح الذي كان باهتا وضعيفا، والذي هو محور نقاشنا في هذه الحلقة. فمليارات الريالات كانت تصرف على بناء المؤسسة العسكرية الخاصة بحماية النظام السابق، ثم يأمر أبواقه الإعلامية والثقافية بالتطبيل له بأنه صانع المعجزات وبان اليمن الجديد. لمناقشة واقع ومستقبل الفن والمسرح في ظل حكومة الوفاق الوطني، يسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة الممثل والمخرج الأستاذ صفوت الغشم. الأستاذ صفوت الغشم مواليد 63، حاصل على بكالوريوس تمثيل وإخراج مسرحي من المعهد العالي بدولة الكويت عام 86. عمل في المسرح الوطني بوزارة الثقافة من عام 86 حتى عام 95، وقدم العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية ممثلا ومخرجا، وشارك في المهرجانات المسرحية المحلية والعربية، وحاز على العديد من الجوائز وشهادات التقدير. عمل في دولة قطر في مجال المسرح والتلفزيون من عام 95 حتى عام 2007، عين بقرار جمهوري رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة العامة للمسرح والتلفزيون من عام 2009 حتى عام 2011، عضوا للمكتب التنفيذي في اتحاد المسرحيين العرب، والقائم بإدارة المسرح الوطني في صنعاء، والمشرف المسرحي للمسرح الشبابي بدولة قطر. قدم العديد من الأعمال التلفزيونية المحلية والعربية ممثلا ومخرجا ومنتجا. أستاذ صفوت، مرحبا بك في برنامج بصراحة. أهلا وسهلا، حقيقة أنا سعيد جدا بصراحة. أول حاجة بصراحة حياك الله سعيد. أولا لكن قبل أن نبدأ حديثنا، الأمانة لابد أننا نعزي أسر العشر الشهداء اللي توفوا اليوم حقيقة بالفاجعة الأليمة هذه، ونحمد الله يعني خاصة الكابتن هذا اللي ابتعد ونزل الطائرة في مكان بعيد، اللي كانت في فاجعة في العاصمة، كانت حدش من العاصمة بشكل كامل. وأنا حقيقة لأنه تربطني عن كثب أعرف طبيعة القوات الجوية بحكم أخي يعمل في الجوية وأكثرهم من ضباط الله الجوية، وعزيته شخصيا بهذا الموضوع. وللأمانة يعني شيء مؤسف ومحزن في اللي حصل، وهذا يثبت أيضا لنا جميعا بأنه هناك في كثير من المرافق، هو كما قلت قبل شوية في كثير من المرافق هناك تقصير، في كثير من المرات هناك استشراء أو استشراء للفساد لكثير من الأشياء، واللي ممكن أن تظهر الآن وتظهر في المستقبل. صحيح. ونحن بدورنا مشاهدي الكرام نعزي يعني أسر الشهداء في العشر الذين سقطوا اليوم، ونتمنى أن تخرج النتائج في البحث والتحقيق حول ما جرى اليوم. إذا كان في مصر يمكن قتل 50 طفل أو طالب من الطلاب، وقدم استقالته وزير النقل ورئيس هيئة أو مؤسسة السكك الحديدية. عندنا في اليمن يقتل العشرات، لكن لا نرى الجهات المسؤولة يعني أدنى شيء أنها تظهر للناس نتائج مثل هذه التحقيقات، وكلهم من أبناء اليمن. كما نعزي أيضا يعني أنفسنا والشعب العربي والإسلامي لسقوط أكثر من 150 شهيد في غزة، غزة الأبية، غزة الصمود، غزة البطولة، التي رفعت رؤوسنا جميعا بتلك المقاومة الفريدة ضد الكيان الصهيوني الغاصب. أستاذ صفوت، إذا ما دخلنا في البداية ونريد أن يكون الحوار شفاف وصريح وحلوة كذا إذا مع الأستاذ صفوت، قبل أن ندخل وسنتكلم في هذه الحلقة عن ملفات فساد، حقيقة ذكر اسم الأستاذ صفوت فيها فيما يتعلق بأوبريت خليجي 20. سنتكلم عن المسرح والسينما، أنت كنت رئيسا لها وما رافق ذلك. أين المسرح؟ أين الإعلام؟ أين التوعية؟ أين الثقافة؟ أين وعي الناس؟ أين الممثلين الذين كانوا يطبلون ويزمرون للحاكم؟ أين دورهم في القضايا الوطنية والعربية؟ هذا نريد أن نتكلم بشفافية. لكن بداية، نحن اليوم يعني أكملنا عام على توقيع المبادرة الخليجية. أنت كمواطن، كمتابع، كممثل، يعني تقييمك للمبادرة الخليجية بعد مرور عام على توقيعها؟ والله هي المبادرة الخليجية هي كانت حل لابد منه حقيقة ما دار في بلادنا
طوال الفترة الماضية يختلف، وكنا دائما نسمع أنه في اليمن هناك خصوصية، هي هذه الخصوصية. ما دار في بلادنا عكس الدول الأخرى، مثل ما شفنا التجربة المصرية أو التجربة التونسية أو التجربة حتى الليبية والتجربة السورية اليوم، اللي دار في بلادنا بحكم أنه هذه الخصوصية هو الانقسام، حصل عندنا نوع من الانقسام. يعني هناك صح قد نتشابه معهم بحكاية الثورة وهم الثورة الخلاقة هذه اللي كما يقولون عنها، لكن احنا حدث عندنا انقسام، حدث عندنا شرخ. الأسرة انقسمت نصين، الجيش انقسم نصين، البلاد انقسمت نصين، العالم كله انقسم نصين. وهذه آراء، وظلت هناك الأغلبية الصامتة مشكلة كمان ما رضتش تنحاز لحد حتى يصير هذا الموضوع. بلدنا بحكم أن فيها سلاح وفيها قبيلة وفيها 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 كل هذا اللي نعرفه، فصارت هذه الوصية. كان لابد أن توجد، كان لابد من وجود هذه الاتفاقية، وكان لابد من إيجادها، وهي اللي نجحت وسلمتنا من دخول حرب أهلية كانت ما نعرفش، ونفق مظلم ما نعرفش وين نهايته. لكن قد نقول أنه الحكمة، الحكمة من كل مكان تجلت في هذه الاتفاقية. والأخوة لا ننسى دورهم، الأخوة في الخليج حقيقة، والمجتمع الدولي أيضا كان دور مهم جدا في هذه القضية، لكن تجلت أيضا في السياسة اليمنية وفي كل السياسيين اليمنيين كانوا من الطرفين بأنه لابد أن تصير حل هذه القضية بهذا الشكل. لكن هناك مشكلة في عملية هذا الوفاق. أنا واحد من الناس حقيقة اللي يعني أمقت حقيقة من التطرف، وما أحبش التطرف بشكل عام لأن التطرف مؤذي، وأحب الاختلاف، قد نختلف لكن لا نصل للخلاف. اللي حصل أنه إحنا اختلفنا وصلنا للخلاف، وهذا غلط، غلط كبير جدا، وما نتمنى. الآن بعد وجود هذا الوفاق الوطني لازم يصير عندنا نقطة التقاء، اللي هو هذا الوطن أهم شيء. من أجل صالح الوطن، من أجل صالح الناس، من أجل صالح الشعب، علينا أن نتفق، علينا أن تصير، أن ننجح عملية التسوية السياسية. خاصة أن هناك البعض في الصفات يعني كما قال جباب بن عمر لم يؤمن بالتغيير حتى هذه اللحظة. هنا حتى إذا في كلمة شهيرة أيضا لصمام الأمان رئيس الجمهورية، فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور حقيقة في كلمة يقول لن نعود إلى الوراء، وهذه حقيقة، هذا الأصل الكل يسلم بهذا، هي قبل ثورة شبابية شعبية قدم الناس شهداء، لن نعود إلى الوراء، حتى شهداء حتى لن نعود. التاريخ ما يرجعش الوراء، التاريخ عمره ما يرجع الوراء. إيش يرجع الوراء؟ تغيير حدث، أوعوا تفتكرون التغيير ما حدث، التغيير حدث لكن هناك لم تكتمل أهداف الثورة، هذا هو السؤال. أهداف الثورة لم تكتمل حتى الآن، لكن بما أنه حصل قد تكتملت في كثير من المناطق كما قلنا، لكن عندنا لهذه الخصوصية بما أنها حصل كذا، لازالت العالم الآن في توافق، لازال كل واحد ماسك نص السلطة يعني. إذن فين نسي؟ هذه بحاجة إلى مجهود، بحاجة إلى سنوات. إذن لا نستطيع أن نقيم أبداً أداء الحكومة أو أبداً الرئيس في لا سنة، لا نستطيع، لابد أن نعطيهم يعني أيوة، بس نستطيع أن نقول حقيقة، وأنا يهمني هذا الموضوع، نستطيع أن نقول للناس واللي جاءوا من الثورة واللي مثلوا الثورة في الحكومة، نقول لهم يكونوا حذرين جدا، لأنه ما نشاهده في بعض الناس اللي جاءوا من الثورة جاءوا كأنه يريدوا يعملوا نفس الأولين، ما مشكلة، جاءوا يكرروا نفس الأخطاء. لا، أنت جيت من الثورة وجيت تنادي بالثورة وجيت تنادي بالتغيير، عليك أن تأتي وتغير، عليك أن تجي ولا 1%، أن تأتي وتصحح ولا 1%، ما فيش منك هذا الصلح، بس مش إنك تجي تكرر نفس الأخطاء. لكن هل يعني نوفمبر 2012 مثل نوفمبر 2011 ألا تشعر هناك تغير كبير؟ أكيد. يا راجل اللي تتكلم فيها مع احترام يعني الأخ اسمه بن عمر، الأخ الزياني والأخ أكدوا هذا الموضوع، أنه اليوم عكس اللي كان حصل معانا حتى وكان في حياتنا نشعر فعلا هناك تغير كبير جدا في كل مجال، في الكهرباء، في الماء، في الطرقات، في الخدمات، تغير كبير. رغم أنه سنة واحدة حدث فيها ما لم يحدث في يمكن 20 سنة، يعني التغيير موجود وصار وحدث، صحيح. بس كيف نستكمل؟ جميل. ولازالت الثورة، لازالت الناس، لازالت الثورة في الساحات، لازالت الثورة ماشية، ولازال العالم في الساحات، الشباب والأحزاب وكل العالم لازال في الساحات، يفتكرون أنه حيروحوا إلا لما المطالب تحقق. أنا خرجت من شان هدف واحد، عندما أخرج أنادي بالتغيير. أنت أعلنت ضمامك للثورة؟ أنا أعلنت ضمامك للثورة بعد ما جرت جمعة الكرامة. بعد جمعة الكرامة ما قدرت أصبر أصلا، ولو أنك تأخرت مش كذا؟ لا مش تأخرت، لا، لأنه أنا إيش اللي حصل معي، هي كنا نحسبها
كنا نحسبها أزمة سياسية كما كان يقال. إنه في أزمة سياسية، صح في أزمة سياسية، ما حننكر. يعني يعقل أثر الإعلام عليكم؟ لا، يمكن يكون في أزمة سياسية لم يؤثر، بالعكس. إحنا كنا عارفين لأنه إحنا كنا في منبت السياسة. ما أنا كنت أعتبر سياسي، أنا شلوني سياسي غصبا عني بحكم المنصب. يعني أنا عمري ما كنت منتمي لأي حزب ولا أؤمن بالحزبية بتاتا. أنا أحس إنه الفنان كالسياسي كلاهما يصنع الحياة بصيغة متباينة، والبلد الذي لا يوجد فيها فنانون كبار لا يوجد فيها سياسة كبار. أحس إنه دوري زي السياسي، مش داعي أنا أروح السياسة أصلا. ما أنا أعبر عن ضمير الأمة يمكن أحسن، وعندما أكون خارج السياسة أو خارج الانتماء السياسي أستطيع أن أحس بحكم مجالي، أستطيع أحس بظروف الناس ومعيشتهم وآلامهم وضميرهم، أقدر أعبر عنه بكل حرية. أنا ما عنديش الحكاية. إذا انضميت الثورة؟ أنا انضميت للثورة، وقبل انضميت للثورة ذهبت إلى نقابة الفنانين بعد أن صدمت الصدمة الكبيرة. صدمت أنا صدمة كبيرة بحكايتكم مع الكرامة، وعندي حادثة أنا لازم أقولها ومن كل قلبي، وما دام الحكاية بصدق حنقول كل شيء بصدق وبصراحة. أنا ذهبت إلى عند رئيس النقابة، رئيس خارج الفنانين، وكان مجموعة من الفنانين، قلنا لهم كيف شفتوا ومنهم من كمية الأحزاب إلى متى سنظلت ما شو الموضوع. أنا بقى قررنا على طول بعدها بعد النقاش أنه نعمل خيمة في العدل، وجينا للعدل وعملنا الفنانين خيمة للفنانين وانضمينا للثورة. لكن حسيت نفسي من بقيت اللوحدي. وهذا السؤال، أين الفنانين؟ لماذا بقى البعض يعني ينظر؟ أتصل لهم تليفون، أتصل له أنا كيف؟ أنا ما أعرفش، لكن أنا كنت باقتناع كامل وعبرت عن وجهة نظري بالصدق. ليش؟ أحسست إنه أنا أفقد شيء كبير. أنا لما أشوف هذا اللي خرج يطالب بالعدل والمساواة ويطالب بحقوقه، هذا الشاب أو هذا الإنسان يقمع ويظلم بالشكل هذا، هذا 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 شيء احرق قلبي. يعني انا تشتي تصادر علي الديمقراطيه اللي كانت ثمره من ثمار الوحده تشيلها عني؟ تشتي تكبت رايي؟ تشتي ترجعني زي ما الاخوان اللي قلت كيف اشتي ورجعوا للوراء؟ تشتي ترجعني للوراء؟ تشتي ترجعني لعهد النظام الشمولي؟ وتشتي ترجعني لعهد الانظمه الفرديه؟ انت وين رايح؟ وين شي توديني؟ بغض النظر من عمل هذه الحادثه، لانه لحد الان ما نعرف من عمل الحادثه، وهناك خبابير كثيره وهناك احداث كثيره وكلام كثير وفي دوشه كبيره في المحكمه. ايوه، هو العدل والمحكمه هو الذي حيحدد. لكن انه كانت بالنسبه لنا صدمه، يعني انا ما اقدرش افرح ابدا عن وجهه نظري، خاصه امام شباب سلميين. ايوه، اضافه الى ذلك لما انا احسست انه ها ايش هذا؟ ما معقول، انا جلست يومين مذهول، ايش اللي حاصل؟ ناس تموت، من اقتل هذا؟ من اقتل؟ كيف انا اقتل هذا اللي يدافع عن نفسه ويدافع؟ يعني انا خلاص انا ارجع للخلف. هذا كانت ازمتي الوحيده في هذه التفصيله. فلهذا خرجت وعبرت عن وجهه نظري، وحتى ذهبت بعد كده على طول الى منزلي وبدات اكتب الحلقه الاولى من مسلسل تلفزيوني اسميته حبه بن واحده. حبه بن واحده، هذه البن، حبة البن رمزا للإنسان اليمني، هي واحدة. خفت على وحدتي يا أخي، اليوم الناس دائما يفك الارتباط. أين هذا الكلام يا أخي؟ وهذا لحد الآن هو هاجسي. وكتبت 30 حلقة، أسقط كل ما حصل في الأحداث السياسية اللي على الواقع الاجتماعي كيف عشنا في تلك الفترة. طب أستاذ صفت، أين الفنان اليمني من قضايا وهموم ومشاكل المواطن اليمني؟ أين؟ أين الثقافة اليمنية؟ أين أنتم؟ أين الثقافة اليمنية أول؟ أول قل لي أين الثقافة اليمنية؟ الثقافة هي روح الأمة. كانت يعني احنا مش نتحدث على الناس اللي في الدول المتحضرة والدول كذا ايش عملت للثقافة وايش دورها لعب. الثقافة عندنا تعال نشوفها، نحن مش نتكلم عن ما مضى، نتكلم عن جزئية بسيطة مما كان زمان في الأنظمة، كان في الجنوب أو في الشمال. كانوا احتكرنها لهم تعبر عن وجهة نظرهم وتطبل لهم. عمر ما كانت الثقافة أخذت دورها في نشر الوعي لدى الفرد في المجتمع. عمر الثقافة في بلادنا ما وقعت هذا، المسرح اللي كانوا قد كان يطبل، كان في الشمال أو في الجنوب يطبل النظام، يطبل الشخصيات، يطبل الرموز. طبعا أنت واحد من هؤلاء، يعني كيف يعني كنا كذا؟ يعني هل كنت لا إراديا؟ مش يعني لا إراديا، أين الوعي والثقافة عندك؟ لن يعني نعمل، لن نعمل، مش لا إراديا. هي ما كانش لا إرادية أننا أنا إيش اللي استفدنا من الفترات هذه؟ إيش انه تعلمنا بس، درسوا نحن، خرجوا نحن، اخذنا الكوادر، لكن لما جينا كنا نشتغل ما فيش قمع، رقابه قمع. قدم نص تقول لك ها الغراب هذا ماذا تقصد به؟ الغراب فوق الشجره مقصود ينعق يا اخي، وش دراني يقصد به؟ الكاتب كاتبه هكذا. امكان الغراب هذا يطلع النظر بعد اول كان رئيس. هناك جهلا، جهل بالثقافه. احنا لا يعني حتى مصيبه، احنا حنتكلم بعدين عن لوحه خليج 20. انا أقدر أدي لها أنه أن هناك جهل بأهمية ودور الثقافة.
ماذا تعني الثقافة الآن للإخوان اللي جنبنا اللي بلدانهم قريبة مننا في قطر وفي دول الخليج؟ عرفوا ما أهمية الثقافة في هذا؟ كيف لما يقدموا أعمالهم خاصة في أيام زي حق خليج 20 رسالة ثقافية لكل الدولة تعبر عن هوية البلد وتعبر عن واقع البلد، كيف يهتموا بها؟ لن يقول لك ما فعلش ملعب، لا مش ملعب، بس أقدم عمل بمستوى يقدم لهذا. حتى أنا شاركت معهم في الألعاب الآسيوية في قطر لما قدموا العمل صرفوا على هذيك بشكل غير عادي. ليش؟ لانه كانت حتى لو حصل بعدين غلطات شويه في البطوله، لا بس هذه كانت هي الوجه، نجحت الدوره والاولمبيه من الافتتاح. اذا احنا مش فاهمين هذه، قال هذا ايش؟ قال المجتمع، انا وانت من المجتمع. اين السبب كان؟ هل كان في المؤسسه القائمه؟ هل كان في النظام القائم؟ هل كان فيكم انتم كممثلين ومخرجين ومنتجين؟ السبب كان فينا كلنا. يعني الكل مشارك في الخطا؟ ايوه احنا والنظام، لانه احنا قلنا للنظام اوكي. احنا خفنا. نحن حكمنا بالحديد والنار على تدريب. يعني الخوف سيطر على الخوف؟ لا، الخوف سيطر على كل اليوم اللي تشوفه انت اليوم تضحك. الخوف كيف كانت الزنازين والامن السياسي والامن المدري ايش، ولا انت ناسي؟ وفي عدن وفي صنعاء وكل احنا عشنا هذا الموضوع. اين حتى الانشطه الجامعيه؟ اين المدري ايش؟ اين المدري ايش؟ اين الحريه اللي كنا نعمها؟ قتل الوحده قلنا الله جاء الفرج. اتدري ما كانوش يصرفوا؟ كانوا حتى يصرفوا علينا، ما حددتش ميزانيات للثقافه. الثقافه ظلت في اخر السلم. نحن بحاجة لحد الآن، وحد الآن لحد الآن نحن نشتي من يأتي، أو إحنا جميعا علينا أن نخلص الثقافة وننتظرها في آخر السلم ونرفعها. وين ميزانية الثقافة والإعلام والممثلين؟ ميزانية الثقافة أضعف. معكم رواتب تصرف لكم؟ أضعف رواتب عادية زي أي راتب مواطن، لكن ميزانية الضعاف. الثقافة أضعف ميزانية في الدولة. بس انت تعرف يا استاذ صفات، يعني تعرف انه في مكتبه مكتبه برا فوقينا، مكتبه في السعوديه في نادي رياضي ميزانيه اكثر من ميزانيه وزاره الثقافه، اتدري؟ صحيح. هي اذا هي هذا الحكايه. طب ما الغريب ان هذا الممثل او الفنان او الكاتب او المنتج يعني راتبه ضعيف ووضعه الحالي سيء، لكن مع هذا كان يطبل النظام ويصفق ويهادن ويجامل حتى اتخذ نفسه هذا، وصلنا الى الحال وصلنا اليه، وصرفت ملايين الريالات كانت محسوبه عليكم انكم عندهم. مش يعني مش الفنان من هو؟ المسؤول والوزير والشيخ والقبيلي والموظف، وكل واحد يطبل عشان يحصل كرسي، وكل واحد يطبل عشان احنا ما كناش بين الفنانين. تعال الفنانين هم اسعد ناس، عاد حتى وزير الماليه لحد اليوم ووزراء الماليه يقول لهم طلوا هذه حقوقنا، يقول لك هيا احنا المطبلين والمزمرين مش وقتكم. هذا ينظر للثقافه، نحن نطبل المزمر. احنا بحاجه الى وعي، بحاجه الى وعي لدور الثقافه. جهل الثقافه وغياب الثقافه طوال الفتره هي اللي عملت. كانت زمان وحتى قتل الوحده فرحنا، يا الله قتل الوحده والديمقراطيه، يا الله دخلوا في الصراع السياسي، وقام كل حزب وكل طرف يشتي شغل الثقافه ويقر ولا ما يذكر ولا في الانتخابات شرقوا في المسرح والثقافه له يقوم يطبل. وبالاخر انت هربت قطر. يطبل لنفسه. انت هربت قطر 16 سنه هناك. 12 سنه لما اهرب انا رحت اقدم عرضي قطر، كان خروجي لقطر رحت اقدم عرض مسرحي هناك من اليمن. والتقيت هناك، فكان في عندهم هناك بدوا يؤسسوا مركز للابداع الفني وطلبوني كمدرس، كان في البدايه يعني، وادرس من احد مسرح يعني ادرس خرجوا شباب، لانه جيت على فتره قطر اول ما بدات النهضه هذه 95 يعني، عدوا ما مسك الامير حمد الا 3 اشهر، فجيتهم في هذا يعني رايك فرق شاسع بين اليمن وبين السعوديه؟ ما نتحدث بين اليمن وبين القطر. لا 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 ما نتحدث. طيب نعود الى اليمن، نعود الى اليمن. استاذ صفوت، يعني انت ادخل في ملف الفساد، انت اسمك ورد في خليج 20 بعد أن ظهرت الفضائح والفساد وملفات الفساد، وأستاذ صفوت ظهر اسمه بأنك يعني كنت أنت مسؤول عن الأوبريت وعن حفلة افتتاح الذي ظهر باهتا وضعيفا. نريد فقط أن نذكر الشعب اليمني، ما الذي خرج الناس إلى الثورة؟ ما الذي أوصله؟ هو الفساد. يعني تقول الإحصائية الذي جمعناها وقد ناقشنا في حلقة كثيرة، يعني وبالأخير أصبح النافذون والذي أكلوا يعني ميزانية خليج 20 يتهمون بعضهم بعض. يعني 122 مليار و500 مليون ميزانية خليج 20، 30 مليون دولار نقد مباراة الحصري لدبي، زائد 5 مليون دولار لإعداد المنتخب. يعني أنت كنت مسؤول الأوبريت، يعني قيل أنه صرف 1.2 مليار ريال، وأنت قلت لي أنه صرفت فقط 500 مليون. أين الحقيقة؟ لماذا؟ أين ذهبت هذه الملايين؟ أنا بدي أول مرة أتكلم على حكاية التهم هذه المجازية، وهذا فاسد وهذا مش فاسد وهذا. ما ممكن أقول لك أنت مجرم، ليش ما قالوش أن صفوت الغاشم هو كان يقود الحراك في الجنوب؟
كان يقود الحراك بأيام علي الجشري؟ من كان يقود؟ أنا قالوا عني إن أنا قدت الحراك. قال عني؟ زي ما اللي قال عن إنه صفوت الغشم فاسدنا الفاسدين اللي تكلموا واللي عملوا. نحن يا أخي يا أخي ما الحقيقة يعني؟ عندنا مشكلة كبيرة كبيرة. إحنا عندنا مشكلة عندما واحد حتى الجهزتنا الإعلامية للأسف عندما واحد يقول حاجة عن شيء ما يتأكدوش منها. عليك أن تذهب وتتأكد. أكل علمك أنت أول واحد حقيقة وأنا أحييك يا صالح الأمانة يعني يا عزيزي أول واحد يجي ناحيتي أول واحد يتكلم معي عن هذا الموضوع. شفتك مرة تتكلم مع الشيخ حاشد الأحمر عن الموضوع عن خليج 20 وقلت كلمة الأمانة لحد الآن مش قادر أنساها. قلت له يا أخي أنا مستغرب كيف هم عملوا اللوحة الثقافية وأول ناس هم قاموا يسبوها ويشتموها. حتى خرجوا الفنانين يعني الى خارج الى خارج الملعب يتصايحون ويطالبوا حقوقهم. هذه قصه ثانيه. انا بحكي لك الحكايه. اين 500 مليون؟ ايوه احنا نشتي نحكي لك الحكايه من بدايتها عشان نفهم الناس حقيقه. باختصار عشان انا اخذ كثير كلام. باختصار احنا عملنا. انا اول مره عينت رئيس مجلس اداره مؤسسه العامه للمسرح والسينما. نعم هذه قصتها سناتي لها. سناتي لها. اذا كلفوني بان اكون مدير عام المكتب التنفيذي للوحه الثقافيه. مسؤول اللوحة الأوبريكا. عملت التصور وبعثنا وطلعنا اللجنة العليا الاحتفالات وكان عضو فيها وزير الثقافة الدكتور المفرحي. وأنا جيت وقريت لهم التصور وعجبهم. خلاص. كلف كم؟ أسمع إحنا الآن كم يكلف؟ مليار ومئتين وشوية. مليار ومئتين مليون على افتتاح؟ إيه. إيش الافتتاح؟ تعرف أنت كم كلف؟ المخرج حق افتتاح الألعاب الآسيوية خلف 50 مليون دولار. ما تساويناش بال. أقول لك شيء عمل افتتاح. طلعت معك 120 مليار. هذه ما لها علاقة. هذه 120 مليار. يعني ملاعب حق. لا لأنه شوف هو كل دولة أنا حتى حضرت معهم الاجتماعات. الدولة قسمتها. السياحة تأخذ حاجة. الثقافة تأخذ شيء. الملاعب وكذا والجزء الأكبر كان مع الشباب. كان اللجنة المنظمة يا أستاذ أخذت 4 مليار ريال. اللجنة المنظمة رأسوها وزير الشباب والرياضة حمود عباد. 4 مليار ريال. أخذ إيه. حق إيش 4 مليار؟ 4 مليار يا جماعة مش 4 أيوة مليون. أيوة. في ملاعب عملت. خلينا نتكلم حتى نكون منصفين مع كل الناس. في ملاعب عملت. أكيد هو في فساد. أنا من الآن أقول لك. هم يعترفوا يا راجل النظام السابق يعترف بأنه فاسد. هم يعترفوا بأنه في فساد. وكانوا هم يشتوا صلاح وكانوا هم يشتوا ينادوا بكل التفاصيل. من حاسبهم؟ من هنا يجي الوقت لانه هذه القضايا لا تذهب قضايا المال العام لا يذهب بالتقادم لا يذهب الى الان لم يتم اخلاء عهد الخليج 20. يعني انا اسال يعني الحكومه الوفاق رئيس الجمهوريه الى الان 122 مليار و500 مليون الى الان لم تخلى عهد خليج 20 يا ناس يا عالم يعني. أيوة. هذه ميزانيه كبيره هذه. أيوة. اتقوا الله يعني. ايوه انا حقيقه ما دام قلت الكلام هذا انا اطالب بالنسبة له حقنا لوحة ثقافية. أنا ستحكم أول واحد يا سيد. ويا ريت تتمنى. أنا حأطالب وأطالب الآن أمام الناس. أولا المليون 5 مليون ما كانتش معي. كانت مع وزير الثقافة وهو كان المسؤول الأول والأخير. أنت مسؤول على اللوحة. وأنا علمتك. أيوة بس مين كان يصرف؟ طيب. كان مسؤول ورويتك الورقة. أنا وري الجمهور. أوري الورقة هو المسؤول عن الصرف. وزير الثقافة هو المسؤول عن الصرف. ها؟ ما كانش في حد. أنت قدمت اللوحة بمليار و200 مليون. لا. لم نقدم اللوحة بمليار. أنت قلت مقترح إنه كان بمليار وهذه ورقة. أنا أتمنى المخرج لو يعطينا يعني اللوحة التي كانت أعدت والتي ألغيت. التي كانت مش ألغيت ولم تبث. أنا عديت برزنتيشن لرئيس الجمهورية السابق. وقدمت له وشافه. قال باهر عجبته. أيه. قالنا يلا نصرف البياس. قالوا اوكي تمام ادوا لنا 500 على انه يدونا 500 ثانيه. الزعيم قال باهر. كانت ستعتمد على ايش؟ كانت تعتمد على التقنيه. انت ما تلاحظ التقنيه كيف هي؟ كان في شاشه ارضيه. الشاشه الارضيه هذه بيطلع عليها بروجكترات معينه فتصير فتعمل لك شغل اخر. في شاشه عملاقه كان المفروض تكون موجوده ما هل ليش؟ هذه كان هذه شركه هذه مقدمه لها بمليون دولار كان حد يعمل لنا هذا كل شيء ما رضوش. عشان ايش يقولوا؟ قالوا كان في جهه امنيه ايامها. الناحيه الامنيه كانت هي مشتته. لا خايفين ما بيقمش في عدن ما بيقمش الجمهور اللي حضر يعني حضر. أي. جمهور ملان. ايوه الجمهور هذا مصدق انه جمهور. ما هذا ما نجدارين فين جابوهم. لا تكلم إيه. لا مش حكايه تكلم. الجمهور قاعد خلنا. قالوا عساكر. قالوا انا ما اعرف الله اعلم يعني. طيب. هم قالوا عساكر جابوهم لبسوهم ودخلوهم. كانوا عساكر مش في النهاية هم يمنيين. طيب. النهاية أنا عسكري حتى لو عسكري. نعم. حتى لو هم من الأمن القومي ولا من الأمن السياسي برضو يمني عندي. طيب الآن لو لكن أنا أقول إنه مرضوش يوفروا للميزانية ما وفروا حتى 500 مليون اللي كانت موجودة غير الحق الأجهزة شلوا منها 170 مليون.
طيب الفنان ادريس يعني اخذ 200,000 دولار، يعني كم؟ يعني يغني 200,000 دولار؟ لما يغني سالم شلون؟ طيب يعني يسجل يسجل لا لا 100,000 سجال الموسيقيين يعني بما يعادل 400 مليون او كذا كم؟ لا 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 يعادل كم يعني؟ يعني 48 مليون حرام عليك. طيب 48 مليون هي قليل بس يغني كذا بالعكس تساعد ترى تساعد معانا. طيب يعني حتى هذا يعني الاوبريت الصوره هذيك المده يا اخي كان المفروض اين حقوق الفنانين اللي رقصوا وغنوا وباقي خرجوا فعلوا مش هقول لك انا حقوقهم عادها كلها بتجي. المهم انه كان انه حيقدم بشكل اوبريت مش اوبريت لو حاجه جميله حتقدم حنشوفها بعد الفصل ايوه بشكل راقي وحتشوفوا ايش اللي كان مطروح عليها. حيجي محمد عبده حيجي مدري مين حيغنوا كبار النجوم حالمرشدين مدري مين مدري كل هذا احلامات وطموحات. طيب سلم لك 500 يعني ما سلم لي انت تسلم لي ايش؟ ما انت مسؤول على لم اكن مسؤولا لم اصرف ريال واحدا يعني انما عن طريق وزير الثقافه. ايوه كل شيء موجود في وزاره الماليه. كم كان نصيبك انت في هذا الموضوع؟ انا كان نصيبي ايش؟ كم حصلت انت؟ لم اخذ الى الان ولا زلت مقدم في المحكمه. انا وزملائي والله العظيم ولا فلس واحد سنه اقسم بالله العظيم لم اخذ اجري الى الان. كم كان اصلا؟ لم اخذ اجري المفروض 15 مليون 15 من حقك. لم اخذ اجري الى الان والقضيه ما زالت في المحكمه. ما زالت في المحكمه و47 مليون حقوق الناس احنا نجري وراها نطالب بها. وانا من خلال هذا الجلسه واليوم انا اقول لوزير الثقافه الجديد لا يتخلى ولا يتنحى، هذه حقوق ناس ولازم يخرجها كما اصدرت اوامر بالخليج 20 كله انه يدوا للناس حقوقهم. هو ما نش عارف ماله ما يشتيش يرفع حد رئاسه الجمهوريه. انت تملك اوراق ووثائق في هذا الجانب؟ عندي وثائق وعندي اوراق وعندي عقود وعندي كل الناس. ولا زال في شركه اسمي فور برنت لحد الان عندها 3 مليون ما ادوا لهاش حقها. ولا زال المستشار القانوني ما اخذش حقه الدكتور عبد الله الكميم. لا زال وكل القضايا الان في المحاكم وانا اروح اشهد. المشكله يدعوني اشهد لانه انا مسؤول. انا لما كانوا يوقعوا عليها انا اروح اعمد مدير الانتاج نبيل حزام الفني حزام كمدير انتاج وهو يوقع عليها وانا اروح اعمد هذه الحكايه ووزير الثقافه يعمد بعدي. كانت القضيه كلها وزير الثقافه يصرف على زي هذا الصرفه نطلب 5 مليون في لجنه حسابيه ونقله ماليه من الماليه. انا لم اكن استلم ولا فلس واحد ابدا. انا كنت احول بس ما ولماذا ظهر اسمك في الصحف؟ احنا شنو الداهين انا بدي ربك هذا الساعه مشينا. انا زعلان طبعا قدمت اعتذاري عن العمل وما وفروا ليش الحاجه. زعلت ورحت يعني؟ لا 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 قراصنا لاخر خريجي. انا زعلان لانه ما قدموا ليش هذا الشيء وحظليت في اخر شهر اشتغل غصبا عني. ما كنت قاعد اشتغل قدمت اعتذاري ما قبلوا. جلست انت موظف انت مسؤول لازم تخلص معانا. خلصت وكنت عارف انه حيحصل هذا لانه كان يعتمد اصلا الشغل على انه تصل الكهرباء. طيب على الملعب وفي اضاءه ثانيه اللي حتدخل عليها. طيب كنت حاسس على هذا الموضوع لما كان في 300 ريال لهذا اللي خرجوا 300 ريال حقوقهم حق الوجبات. يا وزير الثقافه يا حبيب اصرفها خلاص بالضبط يا ابن الحلال يا فيش خرجوا. طيب اذا لما الناس خرجوهم تعرف انت داري بعدين شلوهم واعطوا لهم زي حقهم هذي كنا نصرفها مرتين عشان بس يغطوا هذه الحكايه. وهنا قالوا انا كنت قائد الحراك. نكمل هذا الحراك بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام فاصل ونواصل. مشاهدي الكرام اهلا بكم من جديد في برنامج بصراحه وضيف الحلقه الفنان صفوت الغشم. وموضوع الحلقه واقع مستقبل الفن والتمثيل والمسرح في اليمن في ظل حكومه الوفاق الوطني. استاذ صفوت كنا قبل الفاصل نتكلم عن الفساد في خليج عشر بالذات نتكلم عن ما يخصك انت كنت مسؤول عن الاوبريت اللي ظهر بتلك الصوره البيحته وانت ان تدافع عن نفسك بانك لم تكن مسؤولا عن تلك الصوره. انا كنت 500 مليون. لا لا لا, لا, لا. انت داخل في موضوعين لازم تعرف حاجه. انا طيب. ما اعرفش اتخلى عن مسؤوليتي الفنيه. انا كنت مسؤول فنان. لكن هذه صوره هذه صوره كانت صوره ضعيفه باهته جدا. الصوره الضعيفه الباهته 500 مليون. الصوره الضور الباهته انا قلت لك وين سببها. سببها انه عمل تصور بشكل معين. لم يوفر التصور لهذا، ظلوا يعدونا لاخر يوم لاخر شهر واحنا في الاشهر الاخيره هذا واحنا نطالب رئيس الوزراء ونطالب رئيس الجمهوريه بانهم يوفروا المبلغ بقيه الميزانيه. صرفوا 500 مليون 500 مليون. اين ذهبت ميزانيه خليج عشر كلها؟ اين؟ لا ندري. اسال وزير الشباب والرياضه، اسال وزير السياحه، اسال وزير الاشغال، اسال لانه كانوا مسؤولين. كان لجنه عليا. من الشخص اللي كان وزير الاعلام وزير من الشخصيات اللي كانت مشاركه في خليج عشر؟ من اللي كلهم رئيس اللجنه العليا كان
نائب رئيس الوزراء العليمي وعضوية الوزراء الباقين، وزير الثقافة، وزير السياحة، وزير الإعلام، وزير الإشغال، وزير الشباب والرياضة، وزير كل هؤلاء الوزراء كانوا متواجدين. هذو وزراء كم هم يا وزراء؟ 4 مليار ريال فقط، هذه مع اللجنة المنظمة التي رأسها وزير الشباب والرياضة، 4 مليار. أيوة هذا حصل في الأخير، لكن في البداية كانوا هذول مسؤولين كلهم، بعدين أعطوها في الشهر في الأشهر القليلة. يعني في ناس اغتنوا في هذا اليوم، لا أعرف، الله أحصص على ريال، الله أعلم. أما أنا فلا، أنا حتى لا أتهم الآخرين، لكن مبين أنه أنا من خلال تجربتي معهم أنه ما صرف، يعني في جهل للاهتمام بالثقافة، وقلت في بداية حديثي ما يعرفوش انه هذه المفروض تصرف عليها كثير من الاشياء، هذه اللوحة الثقافية، لانها هي تقدم الهوية وتقدم الرسالة الثقافية للبلد وتقدم كل شيء. ما عرفوش هذه القضية، يعني كانت كم فتاة يا اخي في صالات بنات محمسكين، كانوا على الاقل الصالات هذه البنات اللي محمسكين ولا حشري كانوا يعملوها في اللوحة الثقافية، كانت شركة حقيقة تعملوا $1,000,000 حتعمل لنا شغل غير عادي، كان بالشكل، لانه انا بحكم ان انا اشتغلت في قطر فاعرف كيف طبيعة الاعمال هذه اللي تقدم، فقدمت تصور بهذا الشكل. لهذا لما احنا ممكن نشوف الان في التلفزيون لما عمله لما شافه رئيس الجمهورية قال جميل، ولما شاهدوها كلهم، حتى بعد انا كنت اشتغل في عدن طلبني وزير الثقافة وقابلنا احمد علي وشافها وقال خلاص وعدونا، احنا كل مسؤول كان يشوفها يوعدنا احنا بانه حيقدم دعم لا ولازم تقدم بهذا الشكل، لكن لم تقدم، لم تدوا لنا ونسوا نحن كنا يعني دعم لوجستي. يعني انت تقول عن انه حصل سرقه ومسرقه في هذه اكيد في خليج. يعني انا شوف بعد سنه من خليج 20 خاطبت المؤسسه الاقتصاديه اليابانيه قسم الاثاث والتجهيزات، خاطبت محافظ عدن السابق بتاريخ 17/9/2011، يعني بعد بسنه، بقيمه فاتوره الاثاث للمحافظ الذي لم يتم تسديده 36 مليون ريال. هذا أثاث للمحافظة عدن، يعني 36 يا شعب اليمن، 36 مليون ريال لتأثيث يعني مكتب محافظة عدن، هذا واحد من 122 مليار. أنا شعب اليمن يجاوع. لما أجلس أفكر في الموضوع أجحظي أن أنا اشتغلت وجيت أعمل بإخلاص وبصدق عشان أعمل لبلادي شيء زي اللي شفته هناك وشيء اللي تعلمنا هناك وشفناه هناك، لكن للأسف جيت ناس ما عندهم اهتمام بالثقافة. طيب نخل... إلى ذلك كان في نظام متهالك، قد كان يتهالك أصلا، يعني ما حصل في الثورة التغيير، هذا شيء طبيعي. قد كان في نظام يتهالك، لأنه إيش تهالك؟ تخيل إنه وزير الثقافة يحارب وزير الإعلام، وزير الشباب والرياضة يحارب وزير الثقافة، يحارب اللوحة الثقافية، لماذا؟ لا، لأنه كيف اللوحة الثقافية حتظهر كأن هذه حق إسرائيل، ما هيش حق اليمن. هو لا، وكيف كيف اسمه الشباب الرياضه مش حيظهر منتخب تعيس ومدري ايش تعيش، وهم جاءوا شافوا العمل ابعد فقام يحاربوا. ما حصل انه بعد هذه الحكايه انه وزير الثقافه كان مقدم استقاله. طيب حصل هجوم على العمل. طيب نشوف الان اللوحه الثقافيه اللي انت اعددتها وقلت هي قدمت مقترح انه 1,200,000,000 باعتمادها على التقنيه، بالاخير يعني لم تعرض واعتمد 500 مليون. 500 مليون يحبذ المخرج بس يعطينا الصورة نشوف نشاهد بعدين أين حصل بعدين المشكلة. طيب من نحمل المسؤولية في هذا حتى نشاهد بالصورة، من نحمل المسؤولية في؟ طيب لاحظ هذه الصورة، لو تشرح لي ايش هذه. هذه كان شوف، هذا كان الديكور، وهذه كانت الشاشة العملاقة اللي ما وفروهاش. هذه كانت الشاشة أرضية كانت موجودة بس ما كانش جابوا البروجكتورات اللي تسقط عليها. هذه أرضية، شوفها ارضيه كيف كانت، حيبين كان هذا كله لازم يكون المسرح ظلام، يعني شبيه بلوحه قطر تقريبا بالضبط، لان انا اشتغلت في الالعاب الاسيويه. فهمت الحكايه كيف؟ أيه. هذه الاعمال تعتمد على التقنيه، والتقنيه هذه شركات عالميه قالت عندنا شركات اكثر من 30 شركه، حتى اخترنا واحده اللي جابت اسعار اقل ومشيناها اللي حتكون ب 500. ايوه هذه ما وفروهاش لنا، كيف بيطلع العمل؟ كان الناس تمشي والناس يصور، إضافة إلى زاد الطين بلة إنهم اتفقوا وزارة الشباب والرياضة مع الشركة الناقلة إنها تنقل بدون أن يأتي المخرج، سنصيح وين المخرج؟ يعني اتفاجأت في يوم ال أيوة تفاجأنا، والشاشة الهزيلة اللي جابوها لنا في آخر يوم، شاشة الهزيلة قبل العرض بربع ساعة ركبناها. الصوت انه كان ما في صوت، ما يعني بخل علينا المخرج وما يقاش يشله من المكسر، بس طلع الصوت نقل من السماعات، شي جي خبر خرج من المكسر. برضه انا اعيد السؤال، اين الاموال يا استاذ صفوت الله يحفظه؟ يعني من السبب فيها في هذه الصوره؟ من السبب يعني؟ السبب اين مشكلتكم الان؟ في اللجنه العليا للانتخابات، اللجنه الارشاديه العليا هي المسؤوله الاول والاخيره.
هذا ما يحمل. سؤال للعيال عفوا لخليج 20. انا اقول خارج داخل الخبر. اللجنه العليا لخليج 20. يعني كان في لوبي فساد. في فساد كبير. اراد ان يظهر اليمن بهذا التقزم. ويتصايحوا ويتضاربوا وزراء هذه بلادكم هذه الثقافه يتصايحوا ويتشاتبوا ويسرقوا بعض. تقول له يا اخي بتشيلوا 500 اللي راح تسرقوها. يا جماعه يا جماعه لكم اي شركه موقع حقوق. وفي النهايه أجا وزير الشباب والرياضة إلا يجيب الشركة اللي من عنده. إحنا هذا قد اتفقنا شركة هزيلة ب170 حمود عباد. أيوة ب170 وبالقوة فرضها علينا وما أدتش الشيء اللي كنا نشتي حتى رغم تنازلنا على الأشياء التافهة اللي كانت اللي جابها بدون الشيء الحلو اللي كنا نشتي لكن أكبروا نحنا وقدموها بهذا الشكل وكانوا خايفين من الناحية الأمنية ما بلش في النهار لا لكن اكتشفوا مع باك الساعة 5 قدموا كان الضوء ما فيش إذا حرموا نحنا من حاجات كثيرة حلوة كنا حنعملها لن يكرر خليج 20 مرة ثانية متى بيجي كنت أقول لهم دائما متى بيحل 20 مره ثانيه ما بدوش يشعرش بالازمه انه خليج 20 يعني اللي قدمنا عمل فاشل حيظل بعد مدري كم بعد كم سنه والعار وزي ما حاصل لا معانا. اذا نخلص من اللوحه الثقافيه الخليج 20 وما فيها ما شفناش يعني خلاص وما فيها من فساد كبير جدا اساء الى سمعه اليمن وانت يعني كنت احد المتهمين بالتقصير وبالفساد معذرة يعني وأنت براش نفسك يعني إذا بالتقصير إذا بالتقصير قد أكون لكن بالفساد لأنه الفساد مشكلة معلش لا تعال لا لا لا, لا تعال كان وزير الشباب متهم وزير الثقافة متهم أنت لا تتهم حد أنا ما أتهم الصحافة جزافة تتهم حد لا تتهم أحد إلا إذا كان عندك أدلة وبيانات وبراهين وما الذي حدث بعد محكمة ما الذي حدث بعد خذ لحد الآن لم يحصل لحد الآن لم يحصل أي حاجة طالبنا الناس تيجي تروح في احنا اللي احنا رجعنا نروح المحكمة اللي هم يتهمون احنا رحنا المحكمة نطالب بحقوقنا والا اين اللجنة العليا للفساد اللي يقولوا فيه لجنة عليا للفساد وين هي من هذه القضايا كلها من قضايا الدولة كلها اليوم يحدث اكبر حادث في الدنيا كله مش من الفساد وموتوا ناس وبشر وكان ممكن تصير فاجعة مش من الفساد اذا اين العالم اين احنا اين رجال التغيير اللي طلعوا من الثورة والابطال الشبعان واللي كذا طلعوا الوزراء ليش ما يناقشوا هذه الحكاية ليش ما قدمت انت لهيئة مكافحة الفساد مشكلة بقضيتك واموالك اللي ما زالت عند قدمنا لكل مكان قدمنا كل قضيه محاكم انت وزير الثقافه الجديد انا ما اعرف ليش تبرأ لا مش عليا ليش مش عليك اذا كان الوزير السابق اللي موقع يعني انت تطالب بفتح ملف فتح ملف وطالب بفتح ملف حكومه الوفاق ولا رئيس الجمهوريه والا وزير الثقافه هو اللي يرفعها يفتح ملف للتحقيق في قضيه اللوحه الثقافيه لخليج 20 ويعرف اين الاموال راحت وأين تم صرف هذه الحكاية وحتى يتم صرف ويصرفوا ويقوموا بصرف بقية حقوق الناس 47 مليون حقوق الناس تصرف شركة فوربرنت لها 3 مليون أيضا حقوق المستشار القانوني ما صرفتش هذه كلها بالمحاكم الآن ولا يتبرى منها يجي المستشار القانوني أنا راح أشهد يجي المستشار القانوني حق وزارة الثقافة إحنا ما لناش علاقة كيف ما لكش علاقة هذه وزارة الثقافة اللي قامتها من اللي قام بها أول اللجنة العليا كان وزير الثقافة مش أنا أنا مجرد واحد فنان مخرج برأيك ما الذي أوصل الحال إلى هذا ما الذي أوصل البلاد في الفساد هذا يعني لو كان في نظام في وقانون في عوامل كثيرة لو كان في نظام وقانون في عوامل كثيرة سأقول حاجة ما تذهب أموال الشعب حتى نكون منصفين في عوامل أنه كان حكاية خليج 20 يصير ما يصيرش هذا بالنسبة لهذه الحكاية الحكاية الثانية أنه في صراع حميم على الكرسي أنت عرفت شوي في صراع حميم على الكرسي الصراع السياسي هو سبب بلوتنا هذا من بعد الوحدة أنا حقيقة فرحنا بالوحدة واستبشرنا بها حتى احنا أخذنا المؤسسة العامة للمسرح والسينما قلنا يا سلام أحد ثمار الوحدة اجتمعنا من الشمال والجنوب وحنعمل مسرح وحنعمل سينما وحيكون في ميزانية إنتاجية ظلت 19 سنة حتى يعملوا لها قرار إنشاء جات الحرب نهبوا السينمات ونهبوا كل شيء ونهبوا كل حاجة ولحد الآن أنا لما جيت عملت تصور وجبت الرئيس الجمهورية السابق وحول بفلوس وما صرفت لحد الآن أنا باجي الآن أنت عينت يعني خلاص انتهينا من خليج 20 والفضائح والجرائم لا والفساد. ممكن نتكلم على الطريق في خليج 20 طيب. ممكن باقي عندك حاجة باقي عندك حاجة في خليج 20 لا ما ممكن أيوة. طبعا لا أنا عندي باختصار عشان ندخل الموضوع خليج 20 أنا أشتي حاجة واحدة أنا أشوف أنا وجهي دهني ترى أنا عارف أنا ممثل وفهم الحكاية أنا وجهي دهني فأنا أقول إنه عندنا مشكلة في خليج 20 أساسية هذا فتح الملف أولا ثاني حاجة أنا أطالب الإعلام زي ما أنت جيت لي وخرجتني وخليتنا نتكلم الأول مرة هذا يخرج الكلام بس أنت ترددت أنت أتي سهيل يعني كنت لا أنا مش متردد أقول لك ليش تدري سهيل سهيل تحمل
كراهية بكل صراحة عند بعض ما يحبوهاش وما أدريش ليش. هل هو نتيجة الصراع السياسي والاحتكاك اللي صار؟ هذا ممكن لأنه الناس كل واحد قلت لك هنشقوا كلهم. بس أنا يعني سررت لأنك يعني وافقت على هذه الدعوة. لا سهيل قناة يمنية. سهيل أنا بالنسبة لي قناة يمنية وهي قناة الثورة. رضيت أنت أم أبيت هي قناة الثورة. ويقول الثورة كانت إعلامية هي اللي عملتها سهيل. هذا فخر إنها كانت ثورة إعلامية عملتها سهيل. أوكي ما عندنا مشكلة. لكن سهيل تظل قناة الثورة وأنجزت كثير من الأشياء. نعود إلى وأنا جيت أنا جيت علشان هذا الأساس اهتمامك أنت الشخصي. الله يبارك. لا أعرف والله راضي اهتمامك الشخصي بهذه القضية. لم يأتيني أي واحد يا راجل يا راجل حتى كان لما الناس تكتب عننا أيام خليج 20 لو في واحد شاف العمل أعجبه لأنه النقل هو شوه العمل كثير جدا. لو واحد اللي كانوا متواجدين أعجبهم فأخذوا آراء ناس كانت توصل للصحافة الرسمية للثورة أو 26 سبتمبر يمنعوا طلوعها. ويقولوا اشتكوا لعندي ليش؟ لأنه أول في احتكاك بين سكرتارية الرئاسة والوزراء هذوم هذا العمل ما بس هذا الناس ما قالوا شيء على طول يا وزير الثقافة وينك يا وزير الإعلام وينك روح ما دم فاكر يعني يعقل سكرتارية الرئيس المخلوع كان يتدخل في عملكم السكرتارية؟ منو كان يحكم الإعلام والثقافة ويحقق كان معكم وزير قلش من وزير أنت ايش تحكي أنت؟ يعني يعقل لوزي كان يعني يأخذ آراء وتوجيهاته من المخلوع؟ يا رجال يا مخلوع ما له علاقة خليت أنا أقول المخلوع أنا ماشي شخص صراحة من يعني؟ يا أخي تخلينا نتهم أنا ما قلتش مخلوع على الرئيس السابق عشان أنا ما أحبش لأن أنا ما أنتمي لأي حد أنا مخلوع مش مخلوع هذا الرئيس طيب السابق من السكرتار اللي كان يوجهكم أنت سكرتار مش وجهونا احنا يوجهوا الوزراء ما أنا الوزير اللي يوجهني يعني تقصد البرجي ومش عارف من والشاطر والأنسي أسماء كثيرة يا رجل حتى لو كان في مرافق كان يوجه ما عاد سهلة هذا نقول عندهم يفهموا لكن اللي ما يفهمش يا حبيبي هذا ما كان صار كان من هو يقرب ناحية الرئيس هو الذي يحكم ما حدش يقدر يقول له حاجة جميل. وعلى فكرة اللي يجلسوا في الوزراء هذا في الكراسي كلام فاضي طيب. لا تؤمن بهم عبارة عن دمى يعني يسيروها أنا أخاف أنه يصير الثاني لا لا ما نجي الآن إحنا أمرش الآن تكرروا أنتم كفنانين تقديس الأشخاص لا نريد تقديس عبد الرب مصادي ولا محمد سابس ولا نقدس أحد نقدس ونقدس الله سبحانه وتعالى ثم نعمل لوطننا الله لا وطن. نريد مننا كعلم أو كفنانين أن نكرر أخطاء لا نكرر هذه طيب هذا التنبيه انتهى يعني طيب أنت كنت بعد ذلك رئيس لمجلس إدارة المؤسسة العامة للمسرح والتلفزيون من عام 2009 لا مش التلفزيون عفوا المسرح والسينما نعم السينما من 2009 حتى 2011 ماذا قدمت؟ قلت أين المسرح؟ قلت لك شغل الله حيوان أين السينما؟ أين الفن؟ أين هذا كله؟ هو المسرح ما بوش المسرح ما بوش خلق رئيس إدارة أقول لك هذه ظلت 19 سنة ما بينش ميزانية 19 سنة للرئيس أنا الرئيس الثاني بعدها الرئيس السابق كفر الله الفخيره مسكين جلس ماسك به وخاف على بقية العفش لا يسرق منه شلوا السينمات وشنهبوا مدري إيش واللي يحول السينما إلى مسجد وهذا يحوله إلى مدري إيش وهذا يفجر به وهذا مدري إيش وهذا وهو ظل ماسك بس بالمكتب طب انت ماسك لي يعني بتستلم راتب وانت ما اعرفش حاجه اجيت لانه قالوا انه ايش اول مره حنطرح الرجل المناسب في المكان المناسب وانت خبره هذا فنان وخبره وجاي من برا صح وهذا فنان وكذا وانا قلت والله ضحكوا علي طبعا انا مسكت وعملت رئيس الجمهوريه قالوا ارفع عليك والوزير شلها وطلعها وهذا ميزانيه ب 500 مليون سنويه عشان نغطي هذا الموضوع صرفت لك حول جميل لرفع على المسرح رجعت لعند رئيس الوزراء ورئيس الوزراء وزير المالية لحد الآن وزير المالية ما خلاش أنا قدمت استقالة ما شرك بوزير المالية الحديث الآن مشينا لم تصرف في 2009 لم تصرف ولا في 2010 ولا في 10 ولا في 2011 ولا 11 ولا الحين مسكينة حتى هذه الأخت العزيزة هدى أبلان ما جات ولا قلت لها شوفي ما اشتغليش حاجة إلا إذا صرفتي هذه وبالفعل مسكينة كل ما تحصلين تقول لي أنا ما عملتش حاجة كلامك صح ما صرفتش ولا حاجة وجالسين يستلموا رواتب وجالسين ولا في أي شغل أنا بعد ما صرفوش هذيك الحكاية بطلوعي بعدها بأربعة أشهر ورويتك قدمت استقالتي قدمت استقالتي إنه ما عادش يشتغل مسكها وزير الثقافة المفلحي المفلحي قال لي لا ما دام أنت رجل والرجال قليلو ضحك علي برضه فد قال لي خذ خليج 20 وكانت هي النبشة هذه لك إنه تشتغل بخليج 20 وسمعك سيداري بس تشتغل خليج 20 واشتغلنا وصارت بعد ما خلصنا 20 خذنا لا هنا على طول سحبوا طرحوا حق الاستقالة بعدها بسنة اعتمدوها وطبعا قانونا غلط قانونا غلط المفروض بعد ترد عليها بعد ثلاثة شهور إذا ماذا خلاص تعتبر ملغي لا احتسبوها
وطلعوها وكذا. هم لما جاءوا لعند، قلت لك ايش اللي حصل لما جاء وزير عاتبوهم بعد العمل. حصلت ثوره بعد العمل، حصلت ثوره كبيره بعد العمل، فعشان يلصقوا بحد ما حصلوش حد، ما حصلوش حد يلصقوا به. وزير الشباب هارب، وزير وهذا وزير الشباب الثقافه هارب، قدم استقالته ما قبلش علي عبد الله صالح، فمش غير الطاقم اللي تحت هذيك الشوشره الاعلاميه اللي صارت بدون ان ياتي احد لعندي. هل في حد قرب مني لقاء زي ما الان انت عملت لقاء او حتى في الجرائد؟ يعني اتهامات اتهامات لمجرد دون بينة ويخزقوا في عرض النص، لكن انا كنت ساكت اعرف. بس مره رديت واحده حصلت جريده معارضه وافقت عملوا لقاء مع بعض المكتب التنفيذي وقلت سأتحدث في حينها، وظلت حتى انتظرت الثورة الشعبية. هذه حينها، لا هذه حينها، حتى كانت الثورة هذه حينها. شوف أجا وقتها سأتحدث في حينها، وأنا جيت أنت أجيت وقلت لي أهلا وأنا تحدثت في حينها. هذا جنب أستاذ صفتي، يعني حتى الوقت، ما المطلوب الآن من الفنان والممثل؟ ما المطلوب الآن من وزير الثقافة؟ ما المطلوب الآن منكم أنتم كفنانين كمخرجين كمنتجين؟ ما المطلوب حتى يعني نعيد الشعب إلى الثقافة، إلى الوعي، الى بناء الانسان، يعني بدل من التهريج وبدل من ضياع الاوقات وبدل من التقدير والتعظيم للاشخاص؟ ما المطلوب منكم؟ علينا الان جميعا ماذا تعلمنا من الماضي ان نلتف الان انا وانت واخي هذا وكل الاخوان اللي في الخارج وكل الشعب اليمني، علينا ان نلتف ونصطف مع حكومه الوفاق، وعلينا ان نقف مع هذا المناضل عبد الرب منصور، هذا الرجل اللي يعني كان حقيقه في وجه المدفع في انه يظل. انا ما انا لا رجل محسود، لا لا رجل محسود الامانه، رجل يا اخي كيف انا والله وانا مرضي هي ايش رايك ولا اي واحد اخر. وعلينا ان نقف ونصطف وراء حكومه الوفاق كلهم عشان ان تنجح هذه التسويه، ان نبعد عن اليمن الويلات والبلاء، وان نبعد عن اليمن ظلام قد يكون قادم. من مطلوب منكم كفنانين وقدم اعمال؟ مقدم اعمال، ماذا قدمتم من اعمال؟ يعني علينا ان نقدم. انا الان اقوم بانتاج عمل، انتاج عمل يتكلم عن هذه الحكايه، ما فيش تقديس او تعظيم للاشخاص. لا 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 لا, لا, لا. ما فيش يعني. يتكلم عن غير الله ان الازمه. لا خلاص تبني، انا حتى تبني سياسه، مش تبني سياسه، واتمنى كل الفنانين حتى الزملاء اللي كلموا يقول لهم توبوا توبوا قبل ان تاتي الغرغره. والتوبه هي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوب باليوم 70 مره. هذا توبوا لانه بالفعل احنا ضعنا في هذه الحكايه. الان احنا نقدم بصدق، نعبر عن ضمير الناس صح الصحيح. ايوه علينا نعبر. فانا الان اقوم بعمل ان شاء الله، وحقيقه ما كانش في حتى قدمته لوزير الثقافه، ما معوش بياس خليه ما معيش ولا فلوس، كان زمان يدولنا من حق التوائر ومن حق الذا، لانه ما فيش ميزانيه من حق التوائر ومن حق الصليط ومن حق. لكن حقيقه انا احب اوجه شكر للاخ سعاده من العاصمه الاستاذ عبد القادر هلال، حقيقه هو دعم العمل هذا عشان قدم وعرف، وحتى وصل التقرير وقرر العمل وعجبه انه هذا العمل يقدم. يعني ان شاء الله خلال ايام يمكن في شهر ينتهي شهر 12 نقدم عمل مسرحي. يعني عمل مسرحي؟ هل عندنا مسارح يعني في عندنا؟ هي عندنا، عندنا قاعات، عندنا قاعات المسرح الثقافي هنقدم في المركز الثقافي، هذه القاعه بنتها قطر زمان، يعني عندنا بنت في اكثر من محافظه مسارح. طيب رساله الفنان، هل 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 هل, هل, هل هل تقيم، كيف تقيم رسالة الفنان؟ يعني هل أدى دوره بشكل صحيح في خدمة قضايا الوطن؟ ما قدرش، نجيبة الثقافة ما قدرش، ما قدرش، مش فنان. يعني ليس العيب في الفنان؟ لا 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 لا، العيب الفنان عندنا يا أخي خريجين وعندنا يعني عندك مسلسل فضيلة هذا يعني دارت شبهات عليه كثيرة. من الأخطاء في أخطاء كثيرة، في أخطاء كثيرة، في أخطاء كثيرة، في مليون كذا أخطاء، فساد، في فساد كثير من الأخطاء، إحنا نعتبر هذا مسلسل فضيلة من الأخطاء. الآن في المحكمة لا زالوا الممثلين ولا زالوا العالم توجهوا للمحكمة عشان يطالبوا بحقوقهم، اشتغلوا معهم 30 حلقة في النهاية ما رضوش يدوا حقوقهم. ليش؟ لأن المؤسسة تجيب لمن هب ودب ما له علاقة مثلا. أو وين التغيير الذي قمنا به وقام فيه الشباب الثورة؟ الله هذا هو السؤال، أنا أتمنى إنه هذا التغيير لازم يصير. وين وزير الإعلام؟ مش قام رجال الثورة وينهم؟ أنا هذا، وين وزير الثقافة؟ مش قام رجال الثورة وينهم؟ يغيروا واحد، مش منهم حاجة كثيرة، 1% بس. وين الوزراء الجدد؟ الوزراء الأولين قد احنا نعرفهم. الوزراء الاولين راح نعرفهم، طول عمرهم اشتغلوا وما عرفهم، اول شيء يفكر في نفسه وفي عياله وفي بدلته وفي فلوسه وفي بنكه وفي كذا وفي كذا، بعدين معي بقله قليل من حق الميزانيه يلا يفكر يشتري الولد سياره. اذا والشعب هذا ماله؟ الشعب ماله؟ هذا نعرفهم واضحين، والناس كلها ضابحه منهم ضابحه، لكن الجدد انا احملهم المسؤوليه، احملهم مسؤوليه كبيره جدا، لانهم حيسقطوا، حيسقطوا. الناس لا زالت في الساحات
الناس لا زال بالساحات حيسقطوا من عيونهم، والناس واثقة فيهم ثقة غير عادية. والله نتكلم وزير رئيس الوزراء وينهم؟ هذا الثورة وينهم؟ وينهم وزير المالية صخروجية وينهم؟ ماذا يعملوا؟ على الأقل يغيروا 1%، يفتحوا الملفات بس يناقشوا الفساد. هي هذا الناس يناقشوا الفساد بس. كما تفتح ملفات فساد كثيرة جدا. افتح يعني الملفات، أنا أعرف أنها كثيرة. افتح ملفات واضحة تقدمت لعندك يا أخي وزير المالية. بس الآن بنشوف الإعلام عنده كل الورق. ترى وزير المالية أنا ناشده كمان عنده الورق حق خليج 20 كله في داخله، عنده 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 كل ما كتب. هو اللي حيقول لكم صفات الغش فاسد ولا مش فاسد، ولا منو فاسد عباد، ولا منو فاسد المفلحي، ولا منو فاسد عقين. هو اللي حيقول لكم لأنه عندهم الملفات. كيف فرغوا؟ كيف لحد الآن؟ هل هذه حق الله وحق الثقافية؟ صفوا حسابها؟ قلت أنت في وزير المالية صفوا حسابها؟ لا نعرف، لا نعلم كل شيء. هل صرفوا صدق مليار؟ يمكن يقال انه صرفوا مليار واحنا مش دارين. انا مش داري انه صرفوا بس غير 500 مليون، ما نعرفش اغلب التفاصيل، انا ما اعرفهاش لانه في النهايه كل الوزير اللي صرفوا اصلا. اذا كيف هذا اللي عرفوه؟ انا الحدود 270 مليون 300 مليون 400 مليون الباقي. استاذ صفت مؤلم فعلا الوضع الثقافي والاعلامي والفني في اليمن، يعني والشعب كان ينتظر منكم رسالة كبيرة وعظيمة، لكن نؤمن ان شاء الله ان عندنا امل في حكومة الوفاق في المستقبل القريب ان شاء الله سبحانه وتعالى. اذا كان كلمتك الاخيره باقي ما اكلم دقيقه بس هذه الاخيره. نعم هذه الاخيره. انا هذه مطالبتي كما قلت ان لازم تحقق مع وزير الثقافه ووزير كذا والاعلام انهم ينتبهوا ويفتحوا ملفات. مش انت فتحت الملف الان نشتي كل المحطات تفتح هذا الملف حقيقه، وناديهم والصحافه ولا زالوا الناس موجودين اصحاب الملف ملف الخليج 20، ملف اللوحه الثقافيه الخليج 20 او الخليج 20 بشكل عام. نعم. اضافه الى ذلك انا اشتي اقول حاجه واحده، الان علينا أن نصدق مع أنفسنا جميعا، كلنا أن نصدق مع أنفسنا في هذه القضية بالذات، قضية الوطن، ونبدأ صفحة جديدة. أيوة، ولا نسمح حتى حكومة الوفاق تبدأ صفحة جديدة. وإحنا كلنا مع الوفاق يبدأوا صفحة جديدة، ونبعد عن التطرف. ابعدوا عن التطرف، الوفاق هو أساسنا. وخوفي خوفي الوفاق الوطني هم سياسيين ترى، ممكن يتصالحوا كل واحد يدي للثاني نص شنطة شنطة وشلوهن ومشوا. لكن إحنا نخاف من الوفاق، من 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 نشتي وفاق إسلامي، وفاق اسلامي. انا خائف من الحكايه هذه ممكن تودينا احنا وتضيعنا احنا زي ما حصل في كثير من الدول. بدات الان ضجه هذه بالاختلاف الاسلامي الفقهي والمذهبي والطائفي والكذا، هذا اللي انا اخاف منه اكثر واحد. اظن اليمن يعني ممكن كلنا مسلمين. بدات لا بدات حقيقه، لا نكذب على انفسنا. بدات احنا نشوف يعني انت خاف من من الاسلاميين او كذا؟ يعني لا، في وفاق اسلامي لازم كل الاسلاميين يعني يصير بينهم وفاق. مش يختلفوا، هذا يتضارب الحوثي مع السني والسني، خلينا نضرب بكل صراحه الشيعي مع المدري ايش. لا لا لا، هذه مشكله، هذه لو دخلت المجتمع ونخرتها بنحصلها زي ما نشوف الان في العراق ونشوف في كل مكان. احنا هذه الوفاق الاسلامي ترى مهم جدا انه ننطلقه وكذا، ونتمنى انه يكون المحطات التلفزيونيه تعمل على وجود مثل هذه البرامج، يشوف الاختلافات فين كذا، عشان نعمل هذا الوفاق الإسلامي حقيقة. وأقول كلمة لزملائي الفنانين، كفاية والمثقفين بشكل عام، لازم يصير صوتكم واضح، ما فيش داعي تخبوا ولا تنتموا ولا يهمكم، قولوا الحق قولوا الصدق. ما يهمك هذا من سين جيم، لا يهمك هذا السياسي أنا بصاحبه ولا هذا السياسي أنا الحزب بحصل منه حاجة ولا هذا ما ينفع. وش الحزبية؟ لا بتنتهي الحزبية وقتها. الفنان هو لكل أبناء الشعب، الفنان هو السياسي مش السياسي هو السياسي. أستاذ صفات شكرا لحضورك معنا هذا اللقاء. شكرا جزيلا لك، واشكر قناه سهيل حقيقه، قناه الثوره، على حقيقه استضافتي في هذا البرنامج، برنامج بصراحه اللي استضاف كثير من الشخصيات البارزه في كل الاتجاهات. وايضا هذا انت شخصيه ثقافيه اليوم انت تستضيف، نوعت اخيرا نوعت الحكايه. كما اشكركم مشاهدي الكرام اينما كنتم، بدايه من الاسبوع القادم سنفتح اللقاءات مع وزراء حكومة الوفاق، بالذات الوزارات ذات الصلة بالمواطن، ونعمل تقييم شفاف وصريح بالأرقام والحقائق، إنجازات كل وزير على حدة. سنبدأ الأسبوع القادم مع وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الرزاق الأشول، وإن شاء الله بعد ذلك سيكون معنا أيضا وزير المالية ووزير الصحة ومعظم الوزراء ذات الصلة باهتمامات وقضايا المواطن، لنتكلم عما تم إنجازه خلال عام مضى، وماذا ما هي الطموحات والمشاريع المستقبلية بالأرقام والحقائق. لا نريد إنشاء، إنما سيكون إن شاء الله الجديد في الحلقات القادمة تقييم لأداء الحكومة بالأرقام والحقائق في عام مضى
وماذا ستكون أو سيعملون في خلال العام القادم؟ إذن ضيفنا اللقاء القادم هو الدكتور عبد الرزاق الأشول وزير التربية والتعليم. أستقبل أسئلتكم مقترحاتكم وقضاياكم ومشاكلكم على صفحة البرنامج في الفيسبوك. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.